السلام عليكم خوتي خواتاتي المشاهدين ديالنا، كي راكم دايرين؟ مزيانين هانيين بخير. ها هو الطاجين ديالنا خوتي خواتاتي اللي عنديروه اليوم، نقدمه مع خوتي خواتاتي وقبلوا عليا. ورانا مسلمة عليكم وحده وحده، واحد واحد، ومسلمة على جواريني وكل واحد اللي تبعني، رانا نسلم عليكم. ايوا ولا عجبكم الطاجين اخوتي ما تنساونيش بالبصمه، البصمه ابوني، راكم عارفين اختكم اخوتي اخواتاتي. اللويزات نديرو باللويزات، ايوا هي هذه اخوتي اخواتاتي، شاهدوا معنا الطاجين. نتوما مالي الخير المشاهدين ديالنا، كيراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى مربي تكونوا على خير وبخير نتوما وليداتكم، نتمنى مربي هذا الفيديو يجيكم في احسن الاحوال. كيراكم دايرين المشاهدين؟ لاباس عليكم؟ راكم مزيانين؟ كيدايرين مع سيدنا رمضان؟ غالبكم ولا غالبن؟ حنا راه غالبن ولكن انا احسن. صبركم مزيانين، راه نسلم عليكم كل واحد وكل وحده اللي شافني واللي تبعني خوتي خواتاتي، باش ما ننساهاش. وصور عندي راه جيعان خوتي خواتاتي، صعب جوعنا عند الطاجين، قال لي غيتعطل لي طيبو يا ربا في الحال، وقعت ثلاثة سوايع ولا دو غير الطاجين غيتعطل بحال غيطيب غنحطو. شكراكم دايرين خوتي خواتاتي المشاهدين ديالنا، كثيرين جواريني صحاباتي كل واحد نسلم عليكم سلام عزيز وغالي. قدم تحية للمغرب من طنجة للكويرة وخوتنا الدول العربية كاملين، الجزائر ومصر وليبيا وتونس وكل الجزائرية وخوتهم الجزائرية، تحية الجزائرية. وكنشكر خواتاتي صحاب القنوات وحدة وحدة وواحد واحد كاع صحاب القنوات، وكنشكر كاع اللي تبعني واللي شافني. كنشكر اختي الجزائرية اللي دخلت عندي، كنقول لك اختي مرحبا بك وعرفك العين. كنشكر صحاب القنوات كاملين اللي دخلوا عندي وكبروا بيا، مرحبا بكم على راسي وعيني، والله يكبر بكم والله يخلي لكم وليداتكم. خوتي خواتاتي اليوم راه فيها الحريرة، الحريرة يوميا اليوم خوتي خواتاتي عندي معاكم طاجين، طاجين بلحم الخروف خوتي خواتاتي، هذا هو اللحم ديالنا، هذا فيه قصر ومعدنوس، ورانا برد خوتي خواتاتي، هذا فيا البرد، هذه البصلة خوتي البصلة الحمرا و البصلة الحمرا و البصلة البيضا، اليوم عندي معاكم طاجين بلحم الخروف مع اللوز، إن شاء الله ما نسيتش. عندنا خوتي خواتاتي العطرية، عندي على الحيمة والبصلة عندي الحياز، شايفة عندي الفلوس، مومون الخيط، حريرة الغدار، نسيت خوتي عينيني تاني، اللوز رانا معدلاه ها لا ست أيام مقليتو، نسيت. خليطة خصكم على يديها، كنغلب عليه الخليطة تاع اليد، راه باقي الحال تاع الرطون نخليو نقطعو نخليو هو الطاجين ديالنا خوتي خواتاتي، الحنة ديالنا، نعملو الخيط تاع اليوركم. هذا هو الطاجين ديالنا خوتي خواتاتي، تيطيب ونشاركونا خوتي خواتاتي، هذا هو طاجيننا، واللول ها هو خوتي راني معدلاه نتوما مالي الخير، بلاتي تيطيب الطاجين ونقليه في الزيتون.
حط الطاجين. هذا هو العشاء ديالنا خوتي، غير على الفطار. ايوا خوتي خواتي اليوم عندي سلطه، انا راه دايره على العشاء والصور ديالي راه باغي ياكلو مع الفطور، ما نعرفش ليها شي كثير. انا درت بغاو ياكلو مع الفطور، ياكلو بغاو ياكلو مع العشاء ياكلو. الماء راه ما كنقولش الماء بيطلع على اللحم هكا يتخاطرو ونعيطو ونشاركو مع خوتي خواتي. السلام عليكم المشاهدين، خوتنا خواتاتنا، كيراكم دايرين؟ مزيانة لاباس عليكم، هانيا بخير، نتمنى من ربي تكونوا في احسن الاحوال. انا وجيت الطاجين اخوتي، راه قلتلكم انا وجيت معاكم الطاجين، انا وجيت الطاجين ها هو راه طار، اللهم لا الخير. ها هو الطاجين ديالنا، ها هو الطاجين ديالنا خوتي خواتاتي. رانا قليت اللوزات، الراجل تيبغي اللوز شوية محمر. هانتوما خوتي خواتاتي، راه هو الطاجين ديالنا، اللهم لا الخير. الزيت يا خوتي خواتاتي المشاهدين، هذا هو الطاجين ديالنا، راه وجدتوه بلاتي، وجدت مع السليده، وهذا باش نحطوه للعشاوين ان شاء الله. ما درتوش الفطور لان العشاء ان شاء الله يا ربي، واحد شويه ندير معاه شويه سلطه، وهذا حنا تعشينا خوتي خواتاتي المشاهدين. ورانا تنسلم عليكم، ورانا تنقول لكم الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق، الله يبعد علينا وعليكم اخوتي شر الخلق، والله يتبعنا ويتبعكم طريق الخير، والله يحفظ لكم وليداتكم، والله يخلي لكم ما تتمناو. وشكرا لكم كاملين صغار وكبار، شكرا لكم، الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم، والله يحفظ المغرب كامل، الله يحفظ العائلات وكل واحد اللي شافني واللي تبعني واللي تفرج في الفيديو، الله يحفظه، الله يحفظ كل واحد اللي تبعني واللي شافني، الله يحفظ لكم ويحفظ لكم وليداتكم ورجالكم، والله يخليكم. وهذا هو الطويجين ديالنا خوتي البسيط. رانا خوتي خواتاتي كما قلت لكم نهار الاول، انا شاركت معكم حياتي ماشي الماكله، انا شاركه معكم حياتي، نتوما على الخير والخير في ديوركم، وانت واحد ما خاطيه الخير في دارو، الحمد لله مصاب الصحه والسلامه ولهنا. غنقول لكم اخوتي اخواتاتي السلام عليكم، وتهلاو في راسكم الفيديو اخر، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش حطكم بسمه بسمه وابوني اخوتي اخواتاتي. راه نسلم على كاع الدراري اللي عرفوني اللي كانوا يسكنوا معايا، دراري صحاب راجلي، عائلتي، عائله راجلي، كلشي راه نسلم عليهم، نسلم على كل واحد. وتحيه الريفيه اللي كتبت لي التعليق زوين، تحيه الريافه، والسلام عليكم.